حصاد اليوم الثاني لزيارة قداسة البابا طوادروس الثاني بالمجرة. استهل اليوم الثاني من زيارة قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في زيارته الرسمية للمجرة بمشاركة قداسته في الاحتفال الذي أقيم في ساحة لاجوز كوسوث بالبرلمان المجري، وذلك بمناسبة العيد القومي لدولة المجرة الذي يوافق ذكرى الملك شتيفن الملقب بقديس المجرة، وذلك بحضور كافة أركان الدولة وعلى رأسهم السيدة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية المجرة. وزار قداسة البابا طوادروس الثاني دير القديس الأنبا بولا ببودابست، واستقبله الأب سابلوش الرئيس السابق للدائرة، واستمع قداسة البابا هو الوفد المرافق لشرح عن معالم الدائرة وذلك في الساحة الخارجية للدائرة. وداخل الدائرة رحب الأب سابلوش بقداسة البابا معربا عن سعادته بالزيارة، مشيرا إلى أن الأنبا بولا هو القديس والشفيع بالنسبة لنا، وكان شفيعا لدولة المجر في القرن 18. وقال موجها كلامه لقداسة البابا: وصلتم إلى بيتكم هنا في الدائرة، قداستكم تعتبر باب الرهبان كلهم. كما أقام الدير مأدبة غداء على شرف قداسة البابا خلال هذه الزيارة. وفي المساء حضر قداسة البابا طوادروس الثاني الشق الديني من الاحتفال القومي، وهو القداس الاحتفالي بذكرى قديس المجر الملك شتيفن الأول. Milyen tisztelt köztársasági elnök asszony, szentséges atya II. Tavadrosz, a kopt ortodox egyház pápája. ثم لبى قداسة البابا دعوة السفير محمد الشناوي سفير جمهورية مصر العربية بالمجر لحضور مأدبة عشاء التي أقامها السفير في مقر إقامته على شرف قداسة البابا، والذي حضرها السيد شاميين جوليت نائب رئيس مجلس الوزراء المجرية، أعضاء السفارة المصرية في بودابست، ووفد من الجالية المصرية في المجر. وخلال المأدبة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن زيارة قداسة البابا ستبقى في قلوب المجريين، مشددا على أن مصر والمجر تربطهما صداقة تاريخية، واختتم حديثه بعبارة تحيا مصر وتحيا المجر. ومن جانبه عبر السفير المصري عن سعادته بزيارة قداسة البابا واصفا إياها بالتاريخية، وأشار إلى لقائه بقداسة البابا في المقر البابوي في القاهرة قبل سفره إلى بودابست لتولي منصبه سفيرا بمصر بالمجر، موجها التحية لقداسة البابا والوفد المرافق، متمنيا لقداسته زيارة ناجحة وموفقة. وفي كلمته التي ألقاها قداسة البابا طوادروس الثاني، وجه قداسة البابا الشكر للسفير المصري وكل طاقم السفارة الذي بذل مجهودا كبيرا في الإعداد لهذه الزيارة، وقدم الشكر أيضا على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة.